بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبيب يعني انتظار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية اسمحوا لي أن أشكر المسجد وإدارة المسجد باستضافتنا اليوم واستضافة المحامي طارق بيضون. ندوة اليوم ندوة مهمة، هي حول الضرائب، ضرائب البيوت والمحلات التجارية. الغرفة التجارية تسعى دائما على تقديم برامج تساعد الناس على التوفير، وهذا من ضمن التوفير. فالسنة الماضية الأستاذ طارق استطاع أن يساعد كثير من الناس في تخفيض ضرائب. عملنا الندوة السنة الماضية في مدينة دربن، وصوتنا السنة هذا ننتقل إلى عم ترامك. وأستاذ طارق بيضون هو المحامي يعني أكثر شغلة في عم ترامك وديترين دربن مانبنديل all the surrounding area. تفضل الأستاذ طارق، مشكور. السلام عليكم جميعا. أولا نشكر الناشطين هون، العالم مولانا، شكرا للإخوان الجميع. أنا بديش طول عليكم، بس حابب ساعد طبعا، وهذا الاختصاص المكتب الميريديان لو جروب اللي أنا المحامي فيه. يجي كل سنة لكل صاحب الملك any personal property or real estate property more accurately a notice of assessment. Did anybody receive this in Hamtramck yet this year? Today they're gonna mail. Okay, يوصلكم هذا إن شاء الله بهامتراميك. كل مدينة تفرق. فهذه الرسالة تبلغ عن قيمة الضرائب، يعني العقارات، يعني the taxable value of your property. If it's too high, we can challenge you. We don't charge you any money. يعني we're not here to charge you up front or anything. We can want to give you a free opinion. لأنه في ناس كثير مش عارفين إنه هذا يعني مصلحة، يعني جاي. This is very easy to do. We can help you. إذا وصلت الخبر or you don't like it and you think it's too high, you've been overvalued, please just take a picture. تاخذوا صورة إن شاء الله نحن نوزع الكروتين و text it. ترسلها في التليفون السيلولر إلى المكتب، ونحن عندنا النمرة 313-288-8529، ونحن نعطيك رأي إذا عندك appeal. وإذا حصلنا على appeal نزل قيمة العقارات على طول، يعني إذا إلا إذا تبيع. يعني كل سنة أنتوا you can save money، وهذا شيء مهم وعم نفيد الجالية إن شاء الله، وحبينا نخبر الناس جميعا عن هالشيء. عفوا على اللهجة. هو يعني إذا نوضح أكثر، الأستاذ طارق يقول لكم هذا الرسالة تأتيكم من السيتي في المدينة، سواء كانت مدينة هامتراميك أو مدينة ديترويت. أيضا الضرائب التقضية أو قيمة البيت التقديري هو مكتوب هنا، وعلى ضوء المبلغ هذا يدفعوا التكس، ضرائب التكس. هو يقول لكم إذا جاء قيمة البيت تبعكم وأنت تحس إنه قيمته أكثر مما يستحق البيت، هو ممكن عن طريقه ممكن يخفض لكم يعني المبلغ هذا عبر المدينة، يحتج عبر المدينة ويخفض المبلغ. نعم، شكرا.
وهذا طبعا لا يخص بالقيمة الجد، يخص بالقيمة العقارات التاكس بيل فقط. فما من نزل يعني your value is not going to actually go down if we do an appeal. ونعطيكم رأي أما يعني it's good or not خلال ثلاثة أيام. فعليكم إذا سهلوها just take a picture على cellular ورسلوها على الأوفيس ونحن إن شاء الله نتواصل معكم ونخبركم الرأي. مثلا هذا الأخ هذا بس يعني مش مذكور اسمه طبعا حصل المبلغ من 80,000 على تكساس 10,000 على طول يعني divide by 8 يعني 1/7 يعني هذا الرجل be saving about $12,000 a year. This is just one example in Detroit. وهذا يعني مش لأي مدينة خاص للكل. ويمكن اللي بديترويت اجوا وهذا مش بس للسكن للبيت السكن كمان البروبرتيز كوميرشال للمصلحات التجارية والبقية. والسؤالات يعني تفضلوا نشكركم طبعا بس إضافة يعني كلمة واحدة ما أعتقد أنتم لم تنتبهوا إليها يقول إنه قيمة البيت حتى لو أردتم أن تنقصوا قيمة البيت في هذا الورقة التقديرية هذا لا يضر في قيمة البيت الحقيقية حقا. مثلا لو كان قيمة البيت الحقيقية حقك 100,000 دولار وجاء هنا قيمته 60,000 دولار ودير أن تنقص فيه لا يضر القيمة حقها الحقيقية الذي بدك يعني تبيع البيت فيه أو يبقى ثمنه هو إلا من الناحية القانونية ومن ناحية الولاية هي تقدير المبالغ وأوقاتا تقدر مبالغ البيوت أكثر ما يستحقون مستحق البيت. فيقول أنه إذا أي واحد يريد أن يخفض من قيمة البيت حقه يعني ممكن أنه عبره بيقوم في مساعدتكم. والآن نفتح المجال لأي أسئلة تريدون تسألوا. الأخ حب يخبر عن شغلة مهمة النقطة التي هي الهومستد يعني القانون إذا البيت أنت ساكن فيه تحصل على تخفيض التخفيض هذا ما يقدر يعني بالثلث يعني فرضا إذا كان الشخص ساكن بالبيت نفترض أن التكس تبعه 2,000 دولار بينما لو ما كان ساكن في البيت قد يرتفع بمعدل يعني الثلث يكون يعني ثلث أكثر من المبلغ الذي هو يكون ساكن فيه. في ميشيغان حتى تسكن بيت واحد تأخذ على التكس إكزام السكن هاوس يكون يعني استثمار البيت الثاني استثمار. فنقطة كثير من الناس لما بيجي مكتوب عليهم في البيل مكتوب هنا percentage of homestead نسبة كم أنت ساكن في البيت في قد تكون 50% يعني مش شرط تكون ب100% أو قد تكون زي هذا صفر يعني معناته أنه مستثمر فمعناته هذا قد يدفعه أكثر. لكن كيف تحصل على 100%؟ في فورم الذي هو بتعبي عليه بتجدد you could go back 3 years يعني لو فرضا واحد نقول اشترى يعني بيت من عندنا ونسوا انه احنا نعمل له الفورم وهذا ما بتحصلش بس نقول ما فرضا نسوا انه يعملوا له الفورم او ياخذوا على السيتي تفايلت يعني علشان ينزلوا له التاكس يستطيع ان يرجع 3 سنين يحصل على الريفاند يعطوه الكريدت الذي كان يدفعه حتى ولو دفعها. هذا برضه نقطة مهمة كل واحد يتأكد انه كم كاتبين النسبة انك ساكن في البيت؟ هل 50%؟ 0%؟ 100%؟ يفترض ان يكون 100%. في شغلة ثانية الذي عندهم تو فاملي هنا في هامترامك بيحطوا 50% يعني حتى لو انت ساكن في البيت كامل بس يحطوا 50%. وفي كمان في دربة بس في السؤال القانوني هذا يعود للمحامي هل في طريقة تحصل انت في بيت دورين تحصل على 100% ولا 50% فقط يعني في المحامي بيجاب على السؤال. نعم نحن القانون بيقول انه هذا التو فاميلي هاوس لو سكن تو فاميليز فيها
if it's not separated بضل 100% او 50 لل اول family 50 يعني it should be 100% يعني لو كانت العائلة واحدة يحصل على 100% even if it's two families yeah. unless it's a rental it's 100% okay هذا ونحن we help people we want yeah yeah صح yeah. اول اليوم اول شفت الاحمر معي بيت طبختين قلت له يعني انا اسكن ابني فوق قالوا لا ما بالله يعني ابنك يدخل معك بالبصيرة حق البيت يعني انت تخليه عندك اما انك تدفع حق النسبة اللي انت ياخذ مدخولك اذا هو معك حق الدين معك بالدين اوكي مش معك طيب السؤال هذا السؤال الذي سأل انه هل اذا طلبت المدينه ان يضاف يعني هو ساكن مع ولده بالبيت طابقين وطلبت منه ستي ان يضيف ولده على البصيره حتى يحصل على 100% تخفيض فالمحامي بيقول مش شغله مش مشكله انه تضيف الولد اذا كانت هذه هي الاشكال لكن من الجانب القانوني يعني يقول هو انه قد في دربن يستطيع انه يرافع عليك في هذه القضية في كل مكان يعني قد رافع في دربن نفس هذه القضية فالآن هو صحيح يا عمي صحيح انه يقولها ايه بس مش صحيح يعني القانون ما إلا إذا كان هو مستأجر إذا مش مستأجر لكن هي principal homestead لك حق 100% لازم يكون مسجل the city إنه يعني ساكن طالع لازم he has to have some type of occupancy that he's living upstairs only if he's renting I think, yeah, because they're going to look at it as a two homes. So is he, does he have to rent? Does he have to show that he's a rent tenant? So he's living there. Al- توضيح بس بسيط للآخر سؤال إنه هنا في مدينة أمترامينغ إذا كان البيت يعني إذا أنت ساكن بس في طبقة بدك الطبقة الثانية تأجرها بالحالة هذا ممنوع يعني أن تسجل 100% بالحالة هذا يعتبر إنه مخالف القانون 50% فقط لكن إذا كان البيت ساكن 100% عندك ولدك أو أي شخص يكون قريب لك وانت ما تاخذ منه ايجاب قانونا يحق لك ان تحصل على 100% تعبي من جديد وتثبت انه انا ساكن في البيت في صله القرابه وما في اي شيء. يا استاذ مثلا البيت الذي تو فاميلي مثلا اذا اخذت الادرس واحد من الادرس واحد عرفت كيف؟ هذا يحق لك مش كذا؟ يا بحق لك يا اذا هو عنوان واحد ما يفرق هو تو فاميلي تو فاميلي ولا عنوان هذا هو القانون حقه نعم ولا عنوانين ما يفرقش اهم شيء انك ساكن نفس البيت نفسه هو بيقول اذا هو بنفس البيت حتى لو بس ادرس تو فاميلي هاوس تستطيع ان تحصل على 100% يعني السيتي او 50 يا تستطيع يا او 50 بتكون 100 في طبقتين بدنا نسكن فيها قالوا اطلعوا المطبخ والسين والكل تسكنوا هذا مسألة بهم بخص في الزون إذا الزون القانون في المدينة يسمح لك أن يكون في مطبخ فوق يعني الطبق الثاني City of Detroit, any city, if they let you have a, you know, a kitchen upstairs, then you're gonna and you're not renting it. It's gonna be 100%. You see, me for me, yeah, that's not the job. But they said that they had the kitchen and everything. They could press you on this until you get the high amount. التاكس ولكن ترفض هالشيء ورفضنا هالشيء والحمد لله وي بين سكسسفول عفوا 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 ع
ليش دخل بالزونينج؟ ما هذا زونينج لا؟ ما ليش دخل بالزونينج هذا؟ زونينج ما دخلش فيها. No zoning law for two family house. That's each city مسموح لهم يعملوا هال أنو؟ لأقول لك بس لو حتى مش مسموح إنه يكون في كيتشن. لا عشان نفتح one family. هذا ضغط. To put you in a position where you're either paying a higher taxes or you're gonna change the house. Which they would love for you to. I think if they have إذا معهم اثنين مثلا إذا أخذوا certificate أو permit إنهم يعملوا مطبخ فوق يعني لازم يسمحوا لهم إنهم يعملوا يعني they can do two family يقدروا يعملوا دورين بس إذا أخذوا permit إنهم يصلحوا طالع عشان إذا هم نبني في دي تريد طبقتين من البداية هذا قدوم مسموح لكن إذا أنت غيرت البيت إلى دورين وهو دور واحد وعملت مطبخ فيه وصلحته في ناس كثير يعملوا كذا من دون ما يأخذوا permit وعندما يجي يعملوا عليهم inspection يشوفوا إن البيت يعني ما هم سجل عندهم إلا يعني one family مش two family من ثام البيزنس يعني في البيزنس يعني ثامك البيزن سيدوا هذا السنة النص على على ال أنا just came from New York so I just went well and how ثامك the business they add they increase that more than half في هذا المرحلة خذوا صورة عن النور تيجي لك البريد وارسله على النمرة على الكارت في سكوتي هون بليز وزعونا بليز وارسلنا اياها نحن نعطيكم رأي ك ريل استيت ايجنت انا وياه وكمحامي اذا بنحصل نزل المبلغ وما بناخذ يعني اي مصاري ما بنطلب شيء الا اذا ربحنا ومش منك من الربح من السيفنجز يعني نحن بناخذ كل المسؤوليه بنقفل كيس لوت القضيه يعني بياخذوا منك اذا ربحوا القضيه ما ياخذش منك ما ياخذش منها ياخذ من طيب النقطه الثانيه اللي ينتقل عليها في كل سنه متى اخر وقت واحد ممكن ان يراجع يعني معنا احنا يعني في شهر 2 من كل سنه يبعثوا اللي هو الفاتوره وغدرت الضرائب علشان تشوف لو في اخطاء بعدين عندك في مارش وابريل هاي لو في مراجعه بالنسبه للسيتي بس ما وصلت للسكان المدينه هانترمت ما وصل انا يعني يمكن في مع السري اسيسر سالته بيقول لي as we speak نحن الان بنبعثها we are mailing it now so السري هانترمت بعثوا اليوم الرسائل يعني ممكن يوصلين بعد يومين لكم ثلاثة ايام الذي ما يوصلش مثلا بنهايه الاسبوع القادم عليه ان يروح للسيتي ويراجع يطلب منهم لا تنتظروا بحيث انه لو في غلط تستطيع أن تراجع في الشهر الذي مسموح لك مراجعة إذا فاتك الشهر 3 ما راجعت 4 بدك تنتظر بعدين قد تنتظر للسنة القادمة هذا بالنسبة ما يخص الكوميرشال عفوا الريزدنشال بس ما يخص المحلات التجارية للكوميرشال معك بكل المحامي لا مي 31 فالذي عنده يعني وصلت له الفاتورة ممكن يتواصل مع التلفون المحامي في الخلف هذا التلفون الذي في الخلف هو يستقبل يعني تكست مسج او ممكن يتواصل معنا او مع احد اعضاء الغرفه التجاريه فيكون ال احنا يعني سنطلع عليها مجانا اذا استطاع هناك ان ينقص فالمحامي هو بياخذ نسبه من المبلغ الذي هو ينقصه لكم احنا بالنسبة لنا يعني سنحاول قدر المستطاع كل البرامج التي نقوم فيها هي ما يخص يعني التوفير يعني وخاصة في ناس كثير عندهم بيدفع ضرائب كثيرة في البزنس كما ذكر الأخ قبل شوية أكثر من 50% هذا رفعوا عليها التاكس في ناس كثير يعني المحامي ساعدهم في السابق والآن احنا اليوم
يعني حاول انه اي واحد عنده اسئله ولا يحب يستفسر اكثر ولا اي شيء يتعرف على القوانين ولا المستجدات الجديده ففرصه المحامي موجود معنا الاستاذ طارق اكسبلين يعني فهم يعني بالضبط ليش ارتفع ليش هذا ليش ارتفع كل سنه ايوه اكسبلين تو ذم ذات ذا فاليو واي ذا فاليو انكريز افري يير واي ذا رايت ذا تاكسز ريز ار ريز افري يير طبعا بس السؤال هنا عادل بيقول التوضيح هنا نوضح ما يخص ايش سبب ارتفاع الضرائب سنويا طبعا السبب هنا هو الاساسي كل سنه السيتي بتعمل تثمين للبيوت من جديد على حسب بيشوفوا الماركت يعني كل سنه بيشوفوا ايش الماركت فاليو وبيطلعوه يعني فرضا اذا بيتك هنا مثلا هذا حاطط يعني كاتبين عليه 80,000 معنى 80,000 هنا مجن معناته ضرب 2 معناته بيدفعوا كم 160 قانون مجن يعني 50% ايوه فهنا برضه كان 80 نزلوه 10,000 دولار من يعني من الفاليو تايمز 2 معناته 20,000 دولار من الاستيت اكلايز فاليو لا they went down to this to 80 oh wow yeah that's a lot of saving وما يسمح لهم يغلوا التاكسز اكثر اذا نفس صاحب الملك ما يسمح لهم يرفعوا التاكسز اكثر من نسبه 2% كل سنه فاذا وفرنا مثلا وفرنا من 80,000 تاكس فاليو ل 10,000 يعني نزلناها 7 يعني 8 تايمز 70,000 المبلغ التاكس فاليو يصير صاحب الملك يوفر كل سنه على هذا المبلغ 70,000 يعني مثلا اذا كان هذا يمكن كان 8,000 دولار التاكسس بيل افري يير صارت 1000 او 1500 على طول هذا شغله مفيد طبعا ونحن ما بنطلب شيء اذا ما ربحنا اذا ربحنا بناخذ بس سنه فقط واذا ما ربحنا ما بنطلب شيء وهذا شغله وبنعطيكم رايي يعني بدون يعني any obligation بدون طلب بس الجواب على الاستاذ هو لماذا يرتفع اسعار البيوت معروفه عندما تهبط الماركت نزل عن الضرائب حق البيوت كلها وعندما ترتفع الاسعار الضرائب هذه معروفه ما يحتاج يعني اعتقد كلها يعني كل الناس عارفين الموضوع هذا ارتفاع الماركت ترتفع الضرائب هبوط الماركت يعني تنخفض الضرائب النقطة الذي يقولها هذا في حالة يعني إذا المحامي ساعدكم مثلا بتخفيض الضرائب ما بيطلعوا ثاني مرة يستطيع يطلعوه بس بنسبة تدريجية يعني معدل 2% يعني تدريجيا يعني إذا كان هناك في شخص يعني حابب أن يبيع البيت لأحد من أقاربه بيشوفوا كم المبلغ الذي سينباع إذا كان هناك ترانسفير بتوين يعني family member like husband and wife or you know son or two companies that one person or two companies the transfer يعني إذا كان هذا يتحول من شركة إلى شركة يعني لو واحد يمتلك شركة وباع الشركة نفسها يعني التاكس ما يصعد حتى لو اشترى بمبلغ أكبر. It has to be someone unrelated that buys it, then the value might, the tax value may go up. Yeah, التوضيح هذا التوضيح يعني السؤال الذي سؤال إنه لو شخص حابب يشتري شركة الشركة هذا يعني بسعر ارفع من الفاليو اللي 80 لا هل يطلع التاكس ولا لا؟ لا لا لانه هناك بهال اكزامبل تعبى الفورم طلب انه بين الكومن اونر انه نفس الملك نفس الاونر هو
يستلم الأول شركة والثاني شركة. ساعتها ما فيش رفع على بدل التاكسبل فاليو مثل ما هي كابت 2%، مش مسموح انه يطلع اكثر من نسبه 2% في السنه. So you're saying if there's in a corporation, if I'm buying a business and I'm buying it from a family member, close family, يعني family مش مثل يعني brother, wife, son, yeah. father, yes. that's common, right? Yes, yes. So that means that the deed does not have to, it won't go up. The tax won't go up. So correct. There's a box you have to check off in the property transfer affidavit. Okay. It's exactly for this. Correct. So basically it's in the form of the sole, like between sole, not sole to a corporation, right? Those commonly held corporation? No. No. What if they mess around? Between family members, individual shakhsi. Same thing with a car, same thing with a business, a house, same. No, but say that this is particularly good because this one, they always try to raise the assessed value. ترجع تاني سنة assessed value تطلع بس taxable value اللي هي بتخص بالمبلغ مطلوب من الحكومة it's gonna stay low. If they have two different last names but they're doesn't matter. أنت المهم إنه عبيت وما كذب طبعا. I'm just trying to make it clear to everybody. شكرا. في شيء يعني في الذي يحق لك أن تحصل على تخفيض يعني إذا أنت ساكن في البيت 100% في حالة نقول في حالة لو الشخص اثنين يعني متزوجين وحصل موضوع طلاق يعني separated فهل يمكن للطرف الثاني أن يعبي على بيت آخر ويحصل على 100%؟ نعم أو during يعني separation كل شخص أو زوج يحق في يستحق في ال one property principal residence exemption أو الزوج الفرد أو الزوج شخص عندي سؤال يعني بعد إذنك أنا أسمع لكم أنكم تتكلموا عن التخفيضات التي لا تحصل الآن بالضرائب طيب what is the options for the option for the low income or the hardship في poverty exemption وهذا تعبى في السري كل سنة يستحق والستاندرد لا تطلب انه اللي ما معه مش يدفع بده يقدم طلب قبل الديدلاين كل سنة والستاندرد هي federal poverty guideline اذا انت تحت الفيدرال poverty guideline مش عليك تدفع principal residence property taxes اي وفي ناس كمان وهذا الموضوع يعني you have to apply for it every year at the city شو من شهر يعني في شهر محدد يعني انت واحد يقدم عليه في deadline اولا بدك تقدم الطلب للبورد اوف ريفيو نفس الديدلاين اللي مذكور ثانيا اذا رفضوا عليك تقدم للانسينج ميشيغان تاكس تريبيونال قبل ال 31 الشهر 7 جولاي 31 every year عندي سؤال هل كل المدن سيم تاكس يعني كل القوانين تمشي على كل المدن ولا كل مدينه لها قوانين خاصه بدفع ضرائب البيوت؟ نو اكثر القوانين هو يخص الولايه كلها كامله ولكن في البيوت يعني سكن يعني في different deadlines يعني في تواريخ يعني يؤثر بس أغلبيتهم بالمارش شهر 3 بس في كمان بديترويت شهر 2 بس كل الكوميرشال التجارة May 31st أنا ساكن في واري هل إذا أنا ما دفعت التاكس هذه السنة ممكن أضيفها للسنة الجاية ولا لازم أدفع عندك فكرة عن المدينة؟ لازم تدفع لازم في هذه السنة هذا بشكل عام كمان هذا القانون للولاية كامل لازم تدفع وبعدين لا تقدم وأنت دافع إيه بس كل السيتي عنده ريت يعني يخصه بحق التاكس ايه. يعني فالمبلغ مش نحن عم نطلع عم نحسب على القيمه قديش هن الراي
ونحن وي تشالنج ذا قيمه ذا الضرائب هي القيمه ضرب ال نعم ان ديترويت في ديترويت القيمه حق البيوت التاكس حق هني يجي مرتفع زياده من هامترامك او مثلا مثل السبرب وارن ولا ستيرلينغ هايت بيرتفع يعني زياده في ديترويت يعني خاصه للبيوت يعني اللي هي استثمارات حقهم التاكس يكون مرتفع الايكولايز فاليو بكل سنه يعني يتعدل شويه بس is it is that correct for Detroit? It's usually higher. The rate is higher. The highest rates are Highland Park, Detroit, even Hamtramck, Dearborn. يعني all in Wayne County the highest rates. بس هذا النسبة تنضرب على القيمة. على القيمة على مساحة البيت. إيه هني بيقرروا يعني رأي. أنت ترفض هالشيء بس بدك طبعاً الدليل. نحن علينا هالشيء. إذا ما عمي السؤال إذا في استعمار بالبيت يعني you're building in the house and you want to improve the house يعني بدك تحسن بيتك تحسن بيتك هل هذا ممكن يأثر على التاكسس عم دون نفسك لا إلا إذا كان في new construction بناء جديد شو هو مثل الجدار والكونكريت وهيك وفي ناس غليوا التاكسس ورفعوها بدون يعني مسموح يعني قانونيا بدون اذن فاذا صار هيك كمان نحن نقدر نرفض هالشيء اذا رفع التاكسس بس لتحسين البيت ولا يعني تجميل البيت ما يقدر يعمله القانون لا يسمح هالشيء ما بنصحك انه تاخذ بيمنت بلان لانه في ناس خسروا بيوتهم على 3 سنين فانا رايي إذا في 3 سنين ادفعوا سنة كاملة وخذوا الفاتورة بليز يعني رجاء نحن قرأنا هالشيء وساعدنا ناس للأسف في ناس خسروا بيوتهم وهذا طبعا we don't like it النصيحة بليز don't let it get 3 years ever طيب نشكر الجميع إذا أحد يعني له سؤال أو استفسار أو أي شيء ممكن تواصل مباشرة مع المحامي طارق بيضون تلفونه موجود معكم في الكارد أو الغرفة التجارية أو أي واحد من أعضاء الغرفة التجارية وإن شاء الله يعني سوف يتم المراجعة والرد عليكم في سؤال قبل السؤال ممكن؟ بس لسهلها لانه في ما شاء الله ناس كثير عم يبعثوا عم يرسلوا لانه عم يتعامل يعني الخبر واصل بس خذوا صوره هيك من التليفون وارسلوا نفس النمره للمكتب البيكتشر الصوره هي الرقم من المكتب اللي موجود هون 313-288-8529 لو ارسلتوها يعني اهون ونحن نرد عليكم الخبر 3 ايام ان شاء الله واذا ما استمعتوا اتصلوا واهلا وسهلا اني تاني يعني كول اني تايم بس هذا يمكن اهون والاخ But when he applied for housing assistance, not housing assistance, DHS, there the city found out that he's renting the property, but he's not renting it. You're saying you're renting it to your son. He's claiming that he's. مسجل كتجارية البيت مش متسجل. So that's the case. تفضل إذا بدك نحن نتواصل يمكن ممكن تساعدك. Let's explain it to the rest of the people that have. Relatives that live upstairs and they're getting FIA help. Yeah, I think it's. You know, they need to understand if it's okay.
بسبب انه ابنه ساكن بالطابق الثاني. اول يعني اول مره جد عليه الشيء، وممكن نتواصل مع الاداره ونرد السؤال. بس للتوضيح يا شباب يا جماعه، للتوضيح، اي واحد مثلا مع ابنه او بنته ساكن فوق وهم بيصيروا يعبوا على يعبوا على الفود ستامبس على سيرفيسز يعني انشورنس، هم بيسجلوا انهم يعني ساكن بالبيت اللي يدفعوا ايجار علشان ياخذوا الفود ستامب. لذلك يعني الناس يعني السيتي من الاف اي اوفيس از جونا شير ذا انفورميشن وذ السيتي انهم يعني ليدوا لهم فود ستامب، صارت البيت للتجار بالضبط يعني معنا اي خربوا عليكم علشان بعدين السيتي بيسجل انك يعني لا تاجل البيت للايجار، انك عامل بيت للايجار حتى لو ابنك، حتى لو ابنك ولا بنتك. يا لا سجل انه ليدفع ايجار بهذا البيت، طبعا اذا سجل ايجار فهذا يعني معناها ما تقدر تعمل الا 50% ساكن بنص البيت 50% البوفرتي، والنص الثاني استثمار. البوفرتي ايه حكينا هاردشيب، هذا البوفرتي يعني مسكين. ايه اذا ما اذا حدا يعني يحتاج مساعده وما يقدر يدفع البروبرتي تاكسز، يقدم للبلديه لنفس المدينه قبل هذا الديدلاين اللي مذكور على النوتس. لا كل 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 مفروض والقانون مجبور هني يقبلوا هذا الطلب، إذا رفضوا هذا الطلب يستحق إنه الشخص يقدم على لانسينج. صح. أبيل. يعني كل. إيه ونحن نساعد كمان بهالشيء. إذا رفضوا فيقدموا. نقطة ضوابط الذي ذكر المحامي إنه في هناك الناس الذي عندهم دخل ضعيف أو ما عندهم دخل قوي، مدينة ديترويت يستطيع أن يقدم سنويا على مساعدة. بالنسبة للمدن الثانية مثل هامترامك تستطيع برضه نفس الشيء أن تقدم، في حال إذا رفضوك يستطيع المحامي أن يساعدك تقدم يعني تظلم للولاية إصرار مساعدة من الولاية. هذا يستحق لكل مواطن هون في ولاية مشكل، كل الناس يعني أجمعين. It's a state law. شكراً. طيب تقريبا اي واحد عنده سؤال؟ شباب نشكر الجميع على الحضور، نشكر إدارة المسجد على استضافتنا، ونشكر المحامي طارق بيضون، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم، شرفنا، السلام عليكم.